آخر تطورات جهود التغلب على آثار حادث تسرب المياه؟ وهل تم انتشال المعدات التي جرفتها المياه المتسربة أم ما زالت موجودة؟ وحضرتك تم انتشالها وحضرتك المعدات، هم كنا عباره عن 2 عربيه لوري ولودر، ودول كانوا موجودين في حفره داخل حور الترصيد. حور الترصيد نفسه حضرتك ده حوض قائم من 4 شهور وبيتم التكريك فيه، جسوره قويه جدا ومقاومه ومفيش فيها اي مشكله. القائمين على موضوع التكريك راوا ان هم يطولوا مسار الميه داخل حور الترصيب شويه علشان الميه تنزل صافيه، لان الميه دي ميه الرجع بتاع حور الترصيب ده نازل على خريطه السويس الحاليه. فشافوا ان هو ما ينزلش فيها اي رمال او اي مواد عالقه. فكانوا بيطولوا المسار الميه داخل الحوض شويه، ولكن الجسر نفسه قائم، الجسر لم ينهار. ده كان ساتر داخلي داخل الحوض تسرب منه ميه، عشان بس نصحح المفهوم، مفيش جسر انهار. اللي تسرب منه ميه ده ساتر رمال داخلي كان بيتحجز بيه الميه علشان نطول مسار الميه اطول ما يمكن، علشان الميه تغسل بالرمل اللي فيها ثم تنزل ميه رايقه الى قناه السويس ما يحصلش فيها اي اطفاء لقناه السويس الحاليه. طب يا فندم، هل هناك اي اجراءات لتدعيم جميع احواض التسريب والجسور المتصله بها لتلافي تكرار مثل هذا الحادث؟ هو فندم فعلا زي ما حضرتك بتقولي، احنا رغم ان كل الجسور قويه ومبنيه كويس جدا بناتج الحفر اللي نتج من القناه، ولكن احنا باخد الحادثه لو سميناها حادثه يعني البسيطه دي، احنا فعلا دلوقتي بندعم الجسور اكتر واكتر، لان الكراكات اللي موجوده حضرتك كراكات الفرد بتاعها قوي جدا، وبالذات لما بنشغل كراكتين في وقت واحد على حوض واحد فيبقى حجم الميه المندفعه الى داخل الحوض كبيره. وبالتالي برضه التصرف منها الى داخل القناه القديمه او القناه الجديده الراجع بتاعها يعني كبير. فاحنا طبعا يعني بنقول رب تضرت النافعه، ولكن هي الحمد لله الحادثه رغم بساطتها ولكن نبهتنا ان احنا لازم نزود تهويه الجسور شويه، وفعلا بدانا النهارده نشتغل على هذا الموضوع. طب سيادة اللواء، هل يسير العمل بصفة عامة في مشروع قناة السويس الجديدة بالمعدل الطبيعي؟ وإلى أي مدى وصلت أعمال الحفر وباقي الأعمال الملحقة به؟ حضرتك بمعدل طبيعي وفوق الطبيعي وأكثر مما نحن نتصور. المعدل حتى الآن إحنا مفروض نطلع 1,000,000 متر مكعب من الرمال الجافة في اليوم، إحنا كنا بنطلع 1,500,000 وخلصنا قبل توقيتنا الحفر الناشف، خلصنا قبل توقيتنا تقريبا بثلاث اسابيع. دلوقتي بنشتغل في المبلول اللي على وش الميه ويمكن تحت الميه بالتزامن مع شغل الكراكات. الروح المعنويه للعمال والعاملين في المشروع مرتفعه جدا وعاليه، مفيش اي مشاكل، مفيش اي تاثير على اعمال التكريك وعلى باقي اعمال المشروع بالكامل.